بسم الله نبدا خوتي ماكسيمو بارطاجونا. انا مع عمي عبد العزيز، دعمونا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ايها الاخوه الكرام، والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه الذي دفعني اليكم وللحديث اليكم هو أنني أرى وأشاهد وألاحظ هذه الغفلة العظيمة، الغفلة عن الله عز وجل. وإلا قل لي بربك، كيفاش كثر الفساد؟ كيفاش كثرت المعاصي؟ أسمع الله عز وجل وش يقول، وكأن هذه الآيات والله نزلت للتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، لا إله إلا الله. والله وكأن هذه الآيات نزلت الآن. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الناس راهي غفلة، الأذن يأذن الناس مازالها في القهاوي، الأذن يأذن الناس مازالها في الصطاد، وهم في غفلة معرضون. أيها الإخوة الكرام، هذه الغفلة هي التي جعلت الناس تقسى قلوبها، ونحن في آخر الزمان. هذا هو آخر الزمان، يفشو فيه الجهل، يكثر الجهل، حتى ولا إنسان بني آدم يموت حرقا، يفشو الجهل ويتخذ الناس رؤوسا جهال. هذا آخر الزمان أيها الإخوة الكرام. على هذيك راني حاب نذكركم، والله الذي لا إله غيره رانا في آخر الزمان خلاص، وما تديروش لمن في هذا الدنيا. رمشة عين قادر تضرب زنزلة، قدر طوفان. اسمع ربي واش يقول، كثرة المعاصي والذنوب هي اللي تجيب لنا الهم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما تديروش لمن في هذه الدنيا. اسمع الله عز وجل واش يقول، لو كان جينا صادقين مع ربي والله ما نعيشوا هذه الهموم وهذه المصاعب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بعثنا وهم نائمون. ناس كانت راقدة وضربت الزنزلة، ناس كانت راقدة وشعلت النار. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بعثنا ضحا وهم يلعبون. ناس كانت في الصطاد زلزلت الحالة، ناس كانت في الناس كانت برا تلعب شعلت النيران. يا ناس والله الذي لا اله غيره رانا في الايام الاخيره يا ناس. ايها الناس، وهذه المصاعب والمحن راكم تشوفوا الناس نسات كورونا ولا لا؟ نسات وباء كورونا، لان الحرائق نساتنا في وباء كورونا. وباء كورونا نساتنا فيه الحرائق، والحرائق هذه يا سبحان الله كلمات حرقا. بارطاجوا خوتنا، بارطاجوا كلمات كلمة في البحر حراقة. الناس ذقت بها الدنيا خلاص، الناس ولات تهرب. بالله عليكم أيها الناس، وقتاش نتوبوا؟ راح تقوم الساعة خلاص، الناس ماهيش تصلي، الناس راهي تموت وما تعرفش الحقيقة. وآخر الزمان راكم تشوفوا الجهل وكثر. مازال الجاهلية تاع قبايلي وعربي، مازال الجاهلية تاع قبايلي وعربي. أنا ما نخافش على الشعب الجزائري، والله ما يكل خلوب قبايلي وعربي وشاوي مزابي، ما نخافش عليهم. وماشي هذا هو الموضوع اللي حبيت نحكي لكم عليه، الشعب الجزائري ما نخافش عليه. يا اخي ربي قال: وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لادم وادم من تراب. انا مانيش عالم يا خوتي ومانيش امام، لكن انا نشوف ما كاش ذكر الله، مساجد مغلوقه، دروس ما كاش. ويا خوتي خاصه انتم يا شباب، هذا التليفون هذا راكم جعلته هربا من دون الله، كي رجال كي نسا كي سيدي كي لالا. التليفون هذا ولينا يا سبحان الله، الشباب راه يرقد بالتليفون. لين كم ناس كونيكتي مع ما راك تكونيكتي، راهي تضرب الزنزله وانت تكونيكتي يا بنتي، راهي تضرب الزنزله وانت تكونيكتي يا وليدي. هذا التليفون راه نسانا في ربي، هذه غفله عظيمه. هاو من علامات الساعه فشو والجهل، مازال الناس تقول قبايلي وعربي. ومن علامات الساعه يكثر الفسق العراء. يا ناس اتقوا الله، الرجل ملي يخرج صباح من الظلمه في الخدمه يجي صباح عيان، وليدو راه ما يدخلش حتى الزوج تاع الصباح، بنتو ليل كامل تكونيكتي، كيفاش ما يعذبناش ربي يا خوتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا استحلت امتي ثلاثا عمهم العقاب،
إذا استحلت أمتي الغناء على القينات، الشباب اليوم قاع يسمع الغناء، حتى البنات يسمعوا الغناء اللي كتر في أذنها. لو الغناء رجعك طحان، والزينة الزينة راهي دايرة حالة. برطاجو خاوتي زيدوا الطلعة. أنا مزوجة براجل يكونيكتي معايا يقول لها طلقيني نتزوج بيك. البنات اليوم راهم يتزوجوا صغارات ويطلقوا صغارات. ليل كاملية مع التليفون تكونيكتي، ما تعرف طيب لا مسمن لا خلا لا خفاف لا فطير لا كسرة خمير لا بغرير، وبعد يقول لك هاي طلقت. حتى الشباب اليوم ولا ما يثيقش ما يتزوجش، قال لك ما نتزوجش أنا معاه ما نتزوج. طفلة سيليباتير عندها زوج تليفونات دو بيس. يا ناس حذاري عقاب الله راه جاي. أنا مانيش مجنون، 2016 درت لكم فيديو، قلت لكم سنعيش سنوات عجاف، رانا فيها ولا لا؟ لا، مانيش مجنون، وقلت لكم سنعيش أزمة عويصة، وقلت لكم سيحل علينا بلاء عظيم، راني نهضب بغضب. واش من حاجة راهي تفرح في الدنيا هذه؟ واش من حاجة راهي تفرح؟ كورونا راهي تدي، الحراقة الناس راهي تحرق راهي تموت، الحرائق راهي تدي، مازال الناس ما تصليش، أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تصليش، حب يعيش كي كي القور يموت كي الصحابة. أقبض أي واحد هنا من الناس الحق. أخي الأمين نور الدين، واش رايك؟ شخصي قول له، قول له شكون ربي؟ تعرف ربي؟ عرف لي ربك، ما يعرفش ربي، بصح يعرف ميسي. يا أمة محمد، ما بقاش وقت اللعب يا ناس، ما بقاش كرة القدم، يا ناس ما بقاش دوك نتبعوا البالون، ما بقاش نتبعوا الغناء، الغناء يجيب الزنزلة، يجيب الطوفان. يا ناس اتقوا الله، رانا في آخر الزمان، رانا في آخر الزمان والله العظيم. راك تشوفوا راهم يتآمروا كاع حابين الجزائر هذي يشعلوها، وربي يهدي رؤساء الأحزاب. كاين زوج رجال وكاين مرأة ما نذكرش اسمهم، نقول لهم اتقوا الله، أنتم اللي درتوا الفتنة تاع القبائل والعرب. خوتي جميع واحد يشوف الله ويبارطاجي. كاين مرأة رئيسة حزب وكاين زوج رجال رؤساء أحزاب، اتقوا الله. الشعب الجزائري هذا وقتاش يتهنى؟ الناس راهي مهمومة، كون عطى الحظ وكنخموا على الدخول المدرسي. كاين اللي طلقت بنته راهي تجارة في الشروعات، كاين اللي وليدو راه حراق، كاين اللي وليدو ما بانش، كاين اللي وليدو راه في الحبس. الخدمة في الشركة تاع البريفي ما يرحمش، الشهر عمره باش راكبش. الناس راهي مفتونة، الشباب راهو يروح حراق، حتى اللاعبين تاع كرة القدم راهم يروحوا حراقة. اللاعب هذاك تاع اتحاد الحراش. يا ناس اتقوا الله، اتعلموا معنى لا إله إلا الله، وما ينجينا من عذاب الله ولا من فتنة عربي وقبيلي إلا أن نعود إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهموا معناها يا ناس، هي اللي تجمعنا. وربي يحفظكم، والله يرحم موتى المسلمين، والله يشفي مرضاهم، آمين. والله يزوج كل العزاب، آمين. واللي طلقت مظلومة ربي إن شاء الله يصبرك، آمين. وربي يكون معك. والرجال من لعبوا بنسى تزوج وطلق، ربي يخرجها فيك، آمين. يا مول سيريويت، يا اللي راك تدور من الجامعة الجامعة، يا مول بارتنر، اتقوا الله، اتقوا الله يا أصحاب الليون، خافوا ربي. ماذا بيني نحكوا على الدخول المدرسي؟ الشباب راه بلا خدمة راه ضايع، راه غير مخدرات، حتى ولينا ما نعرفوش واش نحكوا معاهم. أيها الناس الدنيا ما بقالهاش، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة كهاتين. الله يفرج على الجزائر إن شاء الله، آمين إن شاء الله. ما بقاش يزيد كيدك كله خلكم حتى واحد، آمين. عانينا في 88، عانينا في التسعينات بركات، آمين إن شاء الله. والله الحل الوحيد يا ناس، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا البنات بركوا متكونكتي في الليل، أمي كل خولك الرجال، أمي يلعبوا بك الرجال، وأنتم يا رجال اتقوا الله في بنات الناس. والله ما بقى لها الدنيا، رمشت عين تضرب زنزلة، رمشت عين تتخلط البلاد، رمشت عين يضرب طوفان. يا ناس اتقوا الله، ربي يهدينا ويهديكم، آمين إن شاء الله. ستذكرون ما أقول لكم. يا ناس بارتاجوا، أنشروا هذا الفيديو، عاونونا خوتي، عاونونا. الناس راهي تنشر الأفلام الخليعة، الناس راهي تنشر اللي عجب، ما قدرش نقول لكم محشمج. هذا فيديو تاع خير يدعي إلى الوحدة الجزائريين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الإنسان كيموت وين يدوه؟ يدوه للجامعة يصلوا عليه. يا اخي مع الاخر تولي عند ربي، تولي لا اله الا محمد رسول الله. يا ناس فهموا واش معناتها لا اله الا الله محمد رسول الله، هي اللي تسلكنا. ما نخافش عليكم، ما يكلخلكمش قبايلي وعربي. ربي يحفظكم، انشروا هذا الفيديو، بارطاجيوه. والصحافه نقول لكم اتقوا الله يا الصحافه، ما تكذبوش، راكم تمدوا اشاعات بزاف يا الصحافه. يا الشعب الجزائري لا تصدق كل ما يشاع في الفيسبوك، البلدان العربيه تخربت ودمرت بالفيسبوك. اقراوا القران، اتعلموا دينكم يا ناس. يا شباب ربي يحفظكم، امين. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. خوتي بارطاجيو لنا اللايف هذا ماكسيموم مع عبد العزيز، عاونونا باش نشروا الخير ان شاء الله.